كيف بخير؟ راكم زين؟ ان شاء الله راكم بخير. بيا استناكم تطلعوا معانا برك. السلام عليكم خوتي الأعزاء، طلعوا معانا برك نوريكم واحد صباح الخير. صباح الخير. بونجور بونجور، كيف حوالكم؟ بارطاجيو لنا برك اللايف ديكيب، الله يرحم والديك. هاي بديت توصلوا شوية. وعليكم السلام. وعليكم السلام، مرحبا. صح، بون نبداو ونخلو اللايف كالعادة ونجيستري. حبيت نوريكم الماشين لافي، وهاد لا ماشين لافي ما كانوش ينيطوايوها بالخل اللي مدارين نهضروا عليه، وباش تشوفوا تشوفوا الحجم، حجم الكالكير اللي يقعد للداخل، وحجم حجم الكوارث اللي تصرا في الماشين لافي تاعك. اوكي صح، تبع معايا. شوف بون، هذا سي لو طومبور، شوفوا طومبور كيفاش راه. هذا طومبور، شوف كيفاش راهم مسخ، تغسلوا فيهم حوايجكم. سما حبي يقول باللي لما ما تنيطوايش الماشين لافي تاعك راك راح تزيد توسخ حوايجك، ماشي راح تنقي حوايجك. هذا لو طومبور، شوف شو الطنبور وش فيه. شو هذا طنبور، شوفوا وش فيه. دوك نزيدو نروحو للجوان. شو شوف سما ماشي شويه ولا شو. اوكي زيد شوف لهنا، هنا الطنبور لداخل، شوف كيفاه. هذا على كل حال لاكراس بلوس الكالكير، سما ماشي غير الكالكير، هذا هاي حالة. شو وزيد سما لما ما كانوش يديروا، ما يديروش دوارات تاع الخل، ما يديروش دوارات تاع الخل، ما تنيطواياش، ما تنيطواياش طنبور، وتولي تريح تاني ريحه كارثيه الريحه تاعها. او ميم طون زيد تهلك الكليرو المون، جوان سبي تاعك يموت. ورا جوان سبي جوان سبي، عطوني جوان سبي، معليش باش نوري لهم جوان سبي وشنو ليرو المون شنو. فوالا جوان سبي هذا هو، باش تشوفوا جوان سبي هذا يموت كي ما يكونش كاين نيطواياج، يموت باسكو هذا لو جوان سبي يجي هنا هكذا باش ما يدخلش الماء ليرو المون. ليرو المون راحوا، ها هذا ليرو المون تاعها راحوا. اوكي حنا رانا دايرين على كل حال دي فوا دي فيديو كيفاش نقو بالخل، وان شاء الله باذن الله نزيدو هاد الماشين لافي، نزيدو ندير لكم دوكا كي دوكا. على كل حال هاد الطومبور كي فتحناه نغسلوه نقيوه حنايا بلا خل، سما نقيوه بدي برودوي واحد اخرين. شوفوا لا ريزيستونس كيفاش راهي معمر الكالكير، ونعاودو ندير لكم فيديو كيفاش ولا الطومبور قبل ما نبلاصيوه. شوفوا كيف راه، هذا يا يعاود يوسخ لك الحوايج، هذا ماشي يغسل لك الحوايج، هذا يزيد يوسخ لك حوايجك. ومن بعد الحوايج تقولوا ماشي يخرجوا، ماشي يخرجوا باسكو الماشين لافي راهي مسخه لداخل، راهي مدوده، سي نورمال ما يخرجوش الحوايج. حبي يقول دوكا دورة الخل لازم ديرها بعد دوك، إذا كان عندك استعمال متكرر، إذا كانت عندك لا ماشين لافي تاعك تستعملها أنت يوميا، معناتها أنت شاك فان سومان، فان سومان دير دورة تاع الخل تاعك، دير زوج قرع خل وطلع على طومبيراتور تاع لا ماشين لافي تاعك في الماكسيموم، قال 95 دوغري ولا 90 دوغري، كل ماشين لافي واش فيها لا طومبيراتور. ودير مع الاول كي تكون تعمر الماشين لافي، تعمر تفرغ القرعه تاع الخل الاولى تخليها تغسل، كي ترمي الماشينه تعاود تعمر اون اوتر فوا باش تشلل، زيد تفرغ قرعه خل واحده اخرى. هذا كاع يتك ما يتربالكش، والداخل تقعد نقيه لا ماشين لافي تاعك، وتقعد توجور تخرج لك الحوايج نقيقيين وتخرج مليح الغسيل. اوكي ليكيب،
دونك انا وريناكم كيفاش راهي تقعد الماشينة لافي. شوفوا تقعد الماشينة لافي بهاد لاكولور هادي دوك، هاي على الداخل هاي نقيقية، راكم تشوفوا كيف راهي. هاي ليك، هاي كيفاش راهي الماشينة لافي الداخل، وشوفوا الماشينة لافي كيف راهي من برا. دوك حنا حنعاودو نرجعو لاماشينة لافي اللي راهي كيما راهي هكداك، نرجعوها بهاد لاكولور بالاينوكس تاعها يبان، نقيوه كامل ونعاودو نديرو لكم لايف واحد اخر تشوفوه. اللي كيبارطاجيو لي لايف هذا الماكسيموم باش يلحق الى اكبر عدد من الناس ويفهموا واش كاين واش ما كاينش. هكذا ليكيب، كلكم يعطيكم الصحه، كثر خيركم ونهاركم زين. من بعد ان شاء الله الى نقيناها اليوم، سينو غدوا ان شاء الله نزيدو ندير لكم عليها لايف. بارطاجيو الماكسيموم، يعطيكم الصحه وصحه فطوركم. سلام.